السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. خلينا رحب بيكم ورحب أيضا بالشيوخ وأهلنا من قبائل سيدة اللي موجودين معانا النهاردة، ومن خلالهم ومن خلالكم بقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين. وكمان يعني ببعت رسالة مهمة قوي، إن الوقت الصعب والظروف القاسية والتضحيات الكبيرة اللي مصر قدمتها، الحمد لله رب العالمين، كانت في مكانها وحققت أهدافها. بس احنا مش عايزين ننسى أبدا في يوم زي ده، واحنا موجودين كده موجودين مع بعض هنا وسط التضحيات اللي بنقول عليها، وسط النجاح اللي اتحقق، ان احنا اسمحوا لي ان انا اطلب منكم جميعا يعني ان احنا نقف دقيقه اكراما وعرفانا واعتزازا بارواح شهدائنا اللي سقطوا هنا من اجل امن وامان مصر وسيناء. طبعا اتفضلوا استريحوا. كان مهم قوي ان احنا نقول ان احنا مش هننسى ابدا الثمن الكبير اللي دفع من ارواح ومن دماء شهدائنا، وايضا من المصابين اللي سقطوا. ويمكن دي بدايه الكلام اللي انا بقوله قبل ما نتكلم في اي حاجه ثانيه، لان ده ثمن الامن والامان والاستقرار زي ما قلت كده لكل مصر، وايضا لامن وامان سيناء اللي رجعت مرة تانية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الأشرار اللي كانوا موجودين هنا اللي هم تقريبا قعدنا نقاتلهم 10 سنين.